مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. اتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم. يلا بينا. قهوة سريعة الذوبان نصف كوب، سكر نصف كوب، ماء بارد نصف كوب. دائما الكميات بتكون متساوية. ممكن تضربها بواسطة مضرب يدوي أو كهربائي، ولكن اليدوي بياخد وقت طويل شوية مجهد. أنا بفضل يكون كهربائي. نضربها لحين إنه تكون كريمية. دائما الكميات متساوية، سواء كانت بالمعلقة أو بالكوب، نص كوب، كله متساوي، الماء والقهوة والسكر متساويين حسب ما انتو عاوزين الكمية. وهي كتير كتير وصفة سريعة ومذاقها كتير طيب. ممكن احنا نعمل كمية ونوضعها في الثلاجة. مثل ما انتو شايفين هي كريمة القهوة أو الكابوتشينو. هذه طريقة كتير كتير روعة. نخفق لما الخليط يتماسك يكون كريمي. مثل ما انتو شايفين الخليط، وهي أفضل من الجاهز. هذا الكوب نفس الشيء لو احنا عاوزين نعمل كوب فقط، نوضع معلقة 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 سكر وقهوة وماء بارد، نفس الكمية مثل ما احنا متفقين. نخلط جيد، طبعا بياخد مجهود، بياخد وقت شوية عشان يكون كريمي. هذا بحالة يكون ما في خلاط، أو احنا عاوزين نعمل فقط كوب واحد. هان نوضع حليب ساخن نفس الشيء، هان حليب ساخن ونحرك هذا الكوب اليدوي. أما الكوب الثالث فهو بارد، نوضع حليب بارد وبنوضع مكعبات ثلج وبنوضع طبعا الكريم، كريمة القهوة، الكمية حسب ما انتو عاوزين الكمية. نوضع على الحليب الساخن أول شيء، وبعدين نوضع على الحليب البارد، الكمية اللي احنا عاوزينها حسب حبكم للكافيه. نحرك كريمة القهوة مع الحليب، مكعبات الثلج، حرك جيد. وهذا كل شيء، الوصفة كتير كتير سهلة الوصفة. وهذا أفضل من اللي هو الكابوتشينو أو النسكافيه بيحكوا عنه اللي بنباع في السوق، اللي هو عبارة عن مواد حافظة ومستحلبات وكلها مؤذية ومضرة. فهذا كل شيء فيه طبيعي. صحة وعافية. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كتير لكم. مع السلامة.